تم اليوم مناقشة قانون الميزانية بجماعة فم ولد يوم 22 أكتوبر 2021 على الساعة 12:00. تم استعراض مجموعة من النقاط قانون الميزانية التي من بينها ما تسمى المحروقات وتغيير الإطارات وغيرها من النقاط. وتم مناقشتها بين الأغلبية والمعارضة المجلس الجماعي، وفي النهاية توصلوا إلى اتفاق بالأغلبية من طرف جماعة فم الواد. ومن بين النقاط الملاحظة في الدورة اليوم أنها مجموعة من التدخلات ومجموعة من الأسئلة من طرف المعارضة لم تجد إجابة واقعية من قبل رئيس جماعة فم الواد، اللي كان معظمها أو أغلبيتها هذا المصطلح الذي لم أفهمه بعد، عشوائي. لما سئل عن مقالع الرمال مثلا أو فندق نيكجير أو غيره من إلى أجيبة كان جوابه الأوحد، لا زالت الأمور عشوائية. أحمد الأنصاري، عضو بالمجلس الجماعي لفم الواد. اليوم تم عندنا بالنسبة لنا نقطة الميزانية ومناقشتها في إطار يعني الحديث عن إجراءات الدورة. بالنسبة للأساس تم الاتفاق في الدورة المسبقة على أساس على أنه تم مناقشة مسألة اللجنة الدائمة التي تسند مهامها المعارضة، تم إغفالها وتم يعني إغفالها من طرف الأغلبية ولا الرئيس المسير للمجلس، مع علم على أنه تم تنبيهه إلى ذلك مرارا وتكرارا، وكذلك تم تنبيه السلطة لهذه النقطة من أجل يعني إبداء ملاحظتها في هذا الإطار. ننتقلوا للمجريات المناقشة. تمت مناقشة المداخيل. من حيث المداخيل يعني هي مداخيل لم تؤخذ فيها مؤشرات بعين الاعتبار من خلال المداخيل المحققة السنة الماضية، لأنه تم تقليص المداخيل عن يعني مقارنة مع المداخيل السنة الماضية كملاحظة، وملاحظة أخرى يعني على أنه هذا التقلص هذا تقليص المداخيل راجع يعني إلى عدم يعني راجع إلى التسيير وعدم كفاءة التسيير من أجل يعني جمع مداخيل الجماعة، علما على أنه يعني الأطر اللي هي يعني متوفرة لدى الجماعة من أجل العمل. فما وملاحظة أخرى يعني هذا كيثير لنا عدم مبدأ الواقعية والصدقية على أنه ما متوفر في هذه بالنسبة للمداخل. كذلك بالنسبة للمصاريف كنشوفوا على المصاريف تم تدخيمها بطريقة يعني طريقة كبيرة جدا من خلال يعني الأسطول الكبير الذي تمتلك السيارات التي تمتلكه الجماعة وفي آخر المطاف، ويثقل كاهلها من حيث التأمين، من حيث مجموع مصاريف السيارات. إلى نضيف إلى كذلك بالنسبة لواحد الرقم اللي هو كبير جدا مخصص للأعوال العرضيين. الأعوال العرضيين احنا ماذا بينا يكون يعني عدد كبير تكون الساكنة مستفادة منه، ولكن ما نشوفه على أرض الواقع أي يعني أي الناس دائما نتلقاونا في الشارع، نتلقاونهم شكايات على أنهم يبحثون عن العمل ما مستفادين إلى غير ذلك. يعني هذا الرقم موجود في الاوراق ولكن على ارض الواقع ما تشوف حتى لا تشوف عون عرضي ولا ما تشوف ما كاين. بالنسبه لنا مجموعه من الفصول كذلك يتم هناك يجب الاستغناء عنها، كتقل كاين الميزانيه وتحويلها في نظرنا احنا تحويلها الى برامج اخرى تنمويه تلامس حاجيات الساكنه. وبالتالي كموقعنا كمعارضه من داخل المجلس تم تصويتنا يعني ضد هذه الميزانيه بالمعارضه من اجل يعني تلقيحها او يعني تحيينها من جديد، من اجل على انها تتضمن برامج حقيقيه وواضحه تلامس حاجيات الساكنه. ومن يعني من خلالكم نرحب بكم الجماعه لانكم تواكبون العمل ديال المجلس الجماعي، تواكبوا العمل هنا في ملوات، ودعوه ملي للصحافه الثانيه على انها تسلط الضوء على هذه المنطقه اللي يعني هي غنيه بالاحداث وغنيه بمجموعه من الامور اللي واجب تغطيتها. شكرا.